بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه المبين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نستمر في اقتباس الأضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونخص هذه الحلقة بمقتطفات من كلامه عن الأحاديث الضعيفة من حيث جواز روايتها والعمل بها. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا. ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال فقد خالف الإجماع. وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي، لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه، فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله. وهذا كالإسرائيليات، يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا. فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقول به أحد، ولا يقوله عالم، ولا كان الإمام أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، لكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى ضعيف حسن، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع من التبرع من رأس المال، وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك. وأول من عرف أنه قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي في جامعه. والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ، فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به. ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين مما ذكره الشيخ رحمه الله أن الحديث الضعيف يعمل به بشرطين: الشرط الأول أن لا يعلم أنه كذب، الشرط الثاني أن يكون في الترغيب والترهيب فيما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أو نهى عنه بحديث صحيح، لأن الحديث الضعيف لا يثبت به إيجاب ولا تحريم.
ويضيف بعض العلماء شرطا ثالثا، وهو ألا يروى بصيغة الجزم، بل يقال روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو ما أشبه هذه العبارة. ولكن في وقتنا هذا كثر المتطفلون على علم الحديث، فصاروا يحرمون العمل بالحديث الضعيف مطلقا، بل لا يجيزون مجرد قراءته أو ذكره وهذا خلاف ما عليه الأئمة من علماء هذه الأمة، وهي فكرة خطيرة يخشى أن تتطور إلى ترك العمل بالسنة نهائيا كما ينادي به أعداء الإسلام. والأمر جاء من التشدد والتطفل على العلم، وخير الأمور أوساطها. ثم قال الشيخ رحمه الله عن الأحاديث التي تروى في التوسل بالمخلوقين والأحاديث التي تروى في هذا الباب وهو السؤال بنفس المخلوقين هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة، ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها، وذلك مثل الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون ابن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أتعلم القرآن ويتفلت مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد بكل وحي أوحيته وقضاء قضيته، وذكر تمام الحديث. قال وهذا الحديث ذكره رزين ابن معاوية العبدري في جامعه، ونقله ابن الأثير في جامع الأصول، ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين، لكنه قد رواه من صنف في عمل اليوم والليلة كابن السني وأبي نعيم. وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء، وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب فضائل الأعمال، وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة. ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون بن عنترة وقال حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل. قال أبو موسى ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق رضي الله عنه، وعبد الملك ليس بذاك القوي، وكان بالري، وأبوه وجده ثقتان. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله قلت عبد الملك ابن هارون ابن عنترة من المعروفين بالكذب. قال يحيى بن معين هو كذاب، وقال السعدي دجال كذاب. قال أبو حاتم ابن حبان يضع الحديث، وقال النسائي متروك، قال البخاري منكر الحديث، قال أحمد بن حنبل ضعيف. ثم ذكر الشيخ بقية أقوال العلماء فيه، وفي النهاية قرر أنه متروك إما لتعمده الكذب وإما لسوء حفظه، وأنه لا حجة فيما يرويه. قال ومثل ذلك الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا وموقوفا عليه، أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي، قال وكيف عرفت محمدا؟ قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال صدقت يا آدم، ولولا محمد ما خلقتك. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن سلمة عنه. قال الحاكم هو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب، وقال الحاكم هو صحيح. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قلت ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة،
أن الحمل فيها عليه. قال الشيخ رحمه الله: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم، يغلط كثيرا. وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أهل العلم. أيها المستمعون، إلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.